شغاله دول وكل الاختلاف طبيعه الايه الاحتراق او لا ان شاء الله ما تخطب عليه. طيب يبقى احنا دلوقتي هناخد السايت دوران قبل ما ناخد السايكل عشان اعرفك ايه هي السايكل وازاي هنقسمها وليه بنعمل كده؟ ليه الاربعه بنصوص بيجوا ورا بعض كده؟ العربيه عشان تشتغل الاول خالص لو افترضنا العربيه ما فيهاش وقود والاسطوانه فاضيه. فانت عشان تشغل العربيه وتحركها لازم تدخل وقود مع هواء جوه الاسطوانه. ويتحل الاثنين، لما يتحلوا يطلع غازات، الغازات تضغط على البيسل تقوم منزلاه، فلازم في الاول في عمليه ادخال الخليط الهواء الوقود. ما ينفعش تحرقه الا لما تضغطه، يبقى عشان نعمل سايكل كامله نحرك العربيه لازم اول حاجه ادخل شحن، يعني بعمل حاجه اسمها انتيك. بعد ما ادخل الشحنه ما ينفعش احرقها مباشره، لازم تاهلها للاحتراق، فلازم تعمل لها عمليه انضغاط كومبريشن. بعد ما بتعمل عمليه انضغاط لما رفعت الضغط ودرجه الحراره بتاع الخليط اللي عندك فيكون مؤهل للاحتراق، تشغل البوشيهات في التوقيت ده تنزل شراره، يحصل احتراق، يتحول الخليط اللي عندك في الاول وقود الى غازات لها ضغط ودرجه حراره، يعني فيها تكميل طاقه، هتبدا تضغط على البيستون طبعا نقفل البيستون الثاني بنزلات، النزله دي هو نشط الباور اللي بيلف الاثنين من البيستون الكونكتنج رود اللي كمان شافت العجل بتبدا العربيه تتحرك، فبتلاقي بعد كده تاخد شوط الباور. بعد ما بتاخد شوط الباور اللي بيفضل جوه الاسطوانه ده اصبح عادي ملوش نازله عندي، عاوز ارميه عشان اجيب غيره، فبيبدا البيستون يطلع تاني عشان يفتح صمام العادل، وهو طالع يطرد العادل ده بفضل البيستون تاني ويرجع يعيد السايكل تاني، فانا عندي اخر شوط بيستون ايه؟ الاكسوس. يبقى احنا عرفنا عشان تعمل سايكل كامله ما ينفع تعمل الثلاثه وتسيب الرابعه، لا لازم الاربعه يتبقوا معاك، ما انت لو ما عملتش الديك مش هتعرف تعمل الثلاثه التانيين، لانك انت ما عندكش حاجه تضغطها ولا حاجه تحرقها، يبقى لازم الانتيك. لو ما عملتش لو عملت انتيك وجيت فيها بتاخد الباور من غير ما تعمل كومبريشن مش هيتقلق معاك لان الخليط غير مؤهل للاحتراق، فلازم الاربعه تكونوا متناسبين مع بعض. الموضوع ده بيتم ازاي؟ مش احنا كنا بنشرح وجينا نشرح الشغل وازاي بنحسبه في ديتا بيه، وشرحت لك كده بيستون اسطوانه سلندر وجواها بيستون، هو اللي بيحصل هو ده البيستون زي الحوضه بالظبط. اول حاجه بيبدا البيستون ينزل من هنا كده من النقطة دي للنقطة دي عشان تبلى الحونة تبقى قافلها وبعد كده تبدأ تسحب، يبقى عشان أملى الأسطوانة بيبقى البيستون. طب لما أجي أتكلم الأول أي حجم جوه الأسطوانة، لو أنت ماسك الحونة بإيدك والحونة مقفولة أو لحد النص كده، تقدر تقول لي إن حجم الحونة دلوقتي لو الحونة واقفة عند النص تقدر تقول لي إن حجمها هو الحجم الكل اللي أنت شايف القراية اللي هو التدريج اللي عليها؟ لا، الحجم الفعلي من اول المكان اللي واقف عندها لحد فوق، لكن اللي تحت ده كله هواء ما بيخش معايا في الحجم. نفس الفكره بالظبط، لما اجي اتكلم على الحجم بتاع الاسطوانه هي دي كلها الاسطوانه عندي فعلا، لكن لما تتكلم على الحجم الفعلي شوف البيستون واقف فين، يعني البيستون لو واقف هنا تقدر تقول لي ان الحجم اللي جوه الاسطوانه هو اصلا خلوه غاز بيشغل الحيز اللي انت هتديهوله، لو فرد هيفرد معاك، لو ضغطت هيضغط معاك، هياخد الحجم اللي انت هتديهوله، لكن ما تقولش ان حجم الاسطوانه ثابت، الحجم بيتغير على حسب حركه البيستون. فانا لو واقف هنا الحجم بتاعي بيتحسب منين؟ من وش السلندر اللي هو هنا كده اللي هو اخر غطا فوق عندي في المحرك لوش البيستون اللي هو ده، يبقى ده الحجم بتاعي. لو البيستون اتحرك لتحت شويه هو ده الحجم بتاعي، طب لو البيستون قفل لفوق خالص هو ده الحجم اللي عندي. فانا بيبقى عندي الضغط لما بوصل لاخر نقطه هنا، يعني البيستون بيتحرك ما بين نقطتين، نقطه اسمها نقطه الميته العليا ونقطه الميته السفلى. في هنا عندي حجم صغير لسه هنتعرف عليه اسمه الكليرنس فوليوم، حجم الخلوص او الكومباشن شيمبر فوليوم، حجم غرفه الحريق. انا هنرسم الرسمه دلوقتي على البي بي وهناخد الحسابات بتاعتنا كلها، بس انا عايز تفهم الفكره. يبقى انا في الاول خالص لو الموضوع بتاعي عامل زي بيستون جوه اسطوانه ببدا اسحب في الاول عشان تعمل السايكل لازم تعمل شوط ايه؟ سحب. طيب وانا واقف انا بعمل السحب ينفع اسحب والبيستون واقف تحت هنا؟ ينفع الحوله تسحب وهي مفتوحه؟ لا، تبقى لفوق خالص بعد كده تبدا تسحب، هو نفس الكلام، يبقى البيستون واقف عند النقطه دي هيبدا يتحرك من هنا لهنا يوصل هنا، لما ينزل هنا يكون في صمام فتح بدا الشحنه كلها، يبقى انا عملت ايه؟ الانتيك. طيب قبل ما اعمل الانتيك في البدايه كنت واقف عند الحجم بتاع حجم الاسطوانه، لما خلصت الانتيك اصبح حجم الاسطوانه ثابت ولا اتغير؟ من اول هنا هنا بدا الاسطوانه كلها، بعد ما بعمل انتيك احرق على طول ولا اعمل انضغاط؟ لازم اعمل انضغاط، فبعد ما دخلت الخليط ده اقفل الصمام اللي انا كنت فاكره، لكن لو عملت انضغاط هو مفتوح هيضرب الشحنه تاني، هو بيقفل اوتوماتيك في ميكانيزم معين بتوع ميكانيكا بقى هم اللي بيدخلوا في التفاصيل دي، هو بيقفل لوحده،
هتبدا تعمل انضغاط، هيبدا البستون يتحرك من هنا لحد هنا. طب هو طالع الحجم ثابت ولا عمال يتغير معاك؟ عمال يقل معايا لحد ما يطلع هنا يقف هنا البستون، يبقى اصبح في الحته الصغيره دي طريق ايه؟ مش مضغوط، يبقى انا عملت الكومبريشن. طالما الخليط مضغوط يعني الضغط ودرجه الحراره مؤهله للاحتراق، هتدي الشراره هيحصل احتراق، اول ما تشغل المجهات في التوليد ده وتدي شراره هيحصل احتراق، لما يحصل احتراق هينتج ايه؟ هينتج غازات، الغازات دي لها ضغط عايزه تضغط. ده كده هيضغط الاسطوانه من الجنب، وده وش السلندر مش هيتضغط معايا، مين اللي هيطلع الغازات والتضغط؟ البيستون هيبدا ينزل. لحد دلوقتي النازله بتاعت البيستون انا ليا دي فيها السحبه بتاعت البيستون اللي انا سحبتها انا اللي مديها الباور من الفلاي ويل، في حاجه في العربيه اللي بتديها ما بتديش اللي هي بتاخد من العربيه، والضغط الضغط اللي عندي هو بياخد من العربيه، لكن النازله دي هي اللي هتدي العربيه. فبتدي العربيه اللي يمشيها، وفي حاجه اسمها الحدافه، يبقى النازله دي نازله الباور، الغازات اللي بتضغط انا ماليش يد، هو بيضغط راح وبتاع العربيه اتحركت، فبيديني شغل الباور، بنفس الباور ما انت عشان تاخد شغل الباور ده ما قدرتش تاخده غير لما دخلت شغله على سحبت البيستون ده وضغطت الشحنه الاول عشان تاهلها للاحتراق. هو انت اللي هتعمل كده تقدر تسحب البستون، هو مين اللي بيعمل كده بالعربيه؟ لازم في حاجه مساعده. فشغل الباور ده بيحرك لي العربيه وبيخزن لي باور عشان تشغل الاشواط الثانيه، يعني هي اللي بتتدفع في الفلاي ويل بتعمل عمليه عكسيه تخلي البستون طالع نازل. يبقى انا خدت الباور، بعد ما خدت الباور يعني نزلت من فوق لتحت هنا، طب مش هنا اصبح في غازات، درجه حرارتها قلت وضغطها قل، خلاص ما عادش لها لازمه، عاوز ارميها، يبقى عندي هنا في صمام اسمه صمام العادم، ابدا اطلع تاني من البوتوم من التوب سنتر واطرد العادم ده واطلعه من الاسطوانه، يبقى انا ما طردتش الاسطوانه تاني، يبقى انا خلصت السايكل، عملت الاربع اشواط دول، ارجع تاني اكرر السايكل، يبقى هل المحرك بيعمل سايكل واحده ولا هو شغال على طول؟ طالع نازل طالع نازل خلص سايكل، طالع نازل المحرك على طول بعد يطلع البيستون طالع نازل كده بيعمل سايكلز على حسب انت شغال كام ار بي ام في الدقيقه. يبقى ده بالنسبه لي المحرك. ممكن ناس تكون فاهمه الموضوع معايا او متخيله اللي بيحصل، وممكن ناس تكون لسه نص ونص، اللي لسه برضه ما وصلش الموضوع معايا هنبدا نرسم الرسمه دي اللي بيحصل هنا. انا وضحت لك الفكره عشان انا برسم لك البي في، مش عاوز اروح ادي لك البي في واقول لك شكله كده. ليه تحفظ شكل كده بالشكل ده وانت مش فاهم انت بترسم ايه؟ لا، اللي احنا قلناه ده هو اللي هيوضح لك البي في. يبقى احنا اتفقنا على حاجه، هو ولا في الاسطوانه الضغط ثابت ولا بيتغير؟ بيتغير، انت مره في احتراق الضغط زاد بتاخد باور، الضغط عمال يقل، وبعد كده سحبت الشحنه ضغطها منخفض بتبدا تضغطها الضغط يزيد، يبقى الضغط عندي جوه الاسطوانه متغير. تاني حاجه الحجم ثابت ولا متغير؟ متغير. يبقى احنا بنرسم حاجه اسمها البي في دايجرام، البريشر مع الفوليو. انا هاجي اقول لك دلوقتي انا بتحرك من النقطه دي للنقطه دي، ايه اللي بيحصل للضغط؟ هتقول لي والله الضغط كان مرتفع هيبدا يقل الضغط. طب الحجم انت بتنزل لتحت يبقى الحجم بيزيد معاك، انت بقى فاهم انت بترسم ايه. طب تعالوا كده مع بعض، شفتوا الاسطوانه اللي انا رسمتها دي؟ انا هرسمها هي هي بس هقلبها، انا هخليها افقيه كده عشان ابقى ارسم لك الايه محور الفولي اللي هو افقي معايا، يبقى مفيش اختلاف خالص. يبقى انا هعمل ايه؟ الاسطوانه اللي احنا بنتكلم عليها بس هلبها جوه الاسطوانه ده المفترض فيه ايه؟ في بيستون. اه طيب لما بتيجي ترسم الفوليوم، هو انا قلت لك الفوليوم بتاع البيستون كان هنا في الاول قبل ما اسحب الشحنه، لو اتحرك البيستون بقى هنا، لما اجي اقول لك الفوليوم بتاع الاسطوانه هتقول لي من النقطه اللي انا هنا لحد هنا ولا لحد وش السلندر؟ هو ده طبعا عندي، هو انت لما تحط خريطه وتنزل نازله معينه وتكبر الحجم، هو هينزل الحجم اللي انت فتحته له ولا هينتشر الحجم الفاضي كله؟ يبقى الحجم الفعلي عشان ترسم محور الفي بيترسم مع وش السلندر هنا كده، هروح نازل بخط راس كده. دي المحاور بتاعت الاشياء يعني. محور الراس ده هو محور البريشر، والصفر بتاع الفوليوم بدا منين؟ على اساس ان المكبس بتاعي البيستون لو جه هنا يبقى الفوليوم بتاعي صفر، ده بي في دايجرام. طيب احنا قلنا دلوقتي عندي اربع حاجات، هعمل عمليه سحب وعمليه طرد ضغط وعمليه باور، باخد باور بعد كده اطرد العادي. لما جيت اسحب كان وضع البيستون فين؟ كان فوق هنا، ما ينفعش يبقى انت عايز تبدا عايز تنزل كده، وضع البيستون كان هنا، يبقى البيستون بيتحرك ما بين نقطتين، النقطه دي والنقطه دي، طالع نازل هو بيتحرك الحجم عمال يتغير. فلما اجي ابدا السحب اللي عندي في عندي هنا البي اتموسفير او البي نون ضغط الجو، اللي انا بقوله ده نظريه بس ما بيحصلش في الاحوال، ان المفترض انت بتسحب كده بيحصل حاجه اسمها البريشر دروب، بس دي بيكا بريشر بتخفض الضغط جوه الاسطوانه، وبالتالي الشحنه بتيجي بره الضغط بره جوه الشحنه اللي عندي. فالمفترض لو انا واقف هنا عند الضغط الجوي يبدا الضغط يقل، بس احنا عشان مش هندخلك في الحاجات دي اكشن، احنا هناخد حاجه اسمها الاير ستاندرد سايكل، فهنفترض ان احنا عملنا السحب وكان الضغط جوه الاسطوانه كله الضغط الجوي، يبقى انا هتحرك من النقطه دي
انا ما خدتش من اول هنا لان ده كل ده معايا كل بتاع بدا هنا ما بداش من الصفر بس ايه اصلا البيستول مش على وش السلندر ليه ليه البيستول مش على سؤال جميل ليه البيستول مش على وش السلندر يعني ليه ما خليش البيستول يتحرك من تحت لحد ما يطلع يخبط في وش السلندر ما انت لما بتسحب الشحنه بتبقى الاسطوانه هو لو عنده وش السلندر وانت في بدايه الانتاج ما فيش اي مشكله لانه كده كده بيبدا ينزل عشان يملى شحنه لما باجي اضغط انا عايز اضغط الحجم وعايز احرق الحجم ده انت بقى لو خليته يوصل لوش السلندر فين الفوليوم اللي هتحرق فيه والغازات اللي هتطلع فلازم اعمل غرفه احتراق في غرفه حرق عشان تطلع غازات تضغط على البستون انت كده لو عملت يبقى ما عندكش غرفه احتراق واصلا يا باشمهندس ممكن لو يعني لو ضغط ممكن اصلا يوصل لوش السلندر ايه ده؟ لو البستون نفسه؟ لا البستون يوصل اصلا عشان في لا هو متوصل بص يا باشمهندس البستون ده متوصل بحاجه اسمها زراعه توصيل كونكتنج رود او الناس بتشوف السرعه يقول عليه بيقل هيزيد الحجم معايا يبقى هيتحرك من ناحيه اليمين وايه اللي هيحصل للضغط؟ انت بتاخد الضغط عم تعمل تبدل يبقى الضغط بيقل يبقى انا دلوقتي هيبدا بيحصل الحجم بيزيد معايا والضغط بيقل هتلاقي التبدل بتاعي شكله عامل كده هيفضل يقل لحد ما ابدا ولا لحد ما اقف هنا؟ لحد النقطه دي يبقى انا عندي ده كده اسم شوط الاكسبانشن او اسمه الباور ده التمدد بالنسبه لي بياخد فيه الباور بعد ما تعرضت التمدد بيحصل ايه بقى؟ عايز اخد العادل وطبعا في الشوط العادل بيتحرك من هنا لهنا بيبدا يدخل العادل مش هيدي لك الشوط ده لان هو برده مش عايزين ندخلك في تفاصيل الامور هيبدا بعد كده يعمل كيو ريجين من هنا لهنا من النقطه دي للنقطه دي يبقى احنا خدنا الاشواط كلها اللي بتدرب بس احنا مش هندي لك التفاصيل كلها مش هنشتغل على كل البروسيس اللي عندنا دي يبقى احنا خدنا هنا في الاول ده كان اسمه ايه؟ الدي بعد كده كومبريشن في نهايه الكومبريشن حصل كومبريشن بعد كده خدت ايه؟ الباور بعد كده ضربت العادل احنا شغلنا بيبدا من ايه؟ بيبدا من بدايه الكومبريشن عشان لما يجي يقول لك تمبريتشر اند بريشر ات ذا بيجيننج اوف كومبريشن عند بدايه الانتفاض تبقى عارف فين النقطه اللي هتحط عندها الكونديشن بتاعك لما يجي يقول لي ات ذا بيجيننج اوف كومبريشن انا نقطه في السايكل هي النقطه دي يبقى احنا بدايه شغلنا كله هنا يبقى احنا مش هندخلك في تفاصيل الانتاج خالص هي دي الرسمه بتاعته كان ممكن اديها لك مباشره بس انت لما تفهم الرسمه انت هيدخل في الموضوع كله دلوقتي ودي ماكسيمم ودي مينيمم فانت لو مش فاهم العمليه دي الخط ده بيعبر عن ايه والبيستول واقف هنا والبيستول واقف هنا هتحس ان الدنيا متلخبطه يعني في حد عنده مشكله دلوقتي؟ طيب يبقى احنا خدنا دلوقتي السايكل عندنا هنبدا التقويم بتاعنا من نقطه واحد من واحد لاثنين عملت كومبريشن من اثنين لثلاثه عملت هيت اديشن هنا يبقى هنا عندي الكيو هاب من اثنين لثلاثه ولو تلاحظ البروسيس بتاعت الكومبريشن ايزوتروبيك بروسيس اس بيساوي كونستنت هطبع عليها القوانين بتاعت الاديابات اللي تي على تي بيساوي تي على تي اس جاما اس واحد على جاما بيساوي البي واحد على البي اتنين اس جاما اس واحد القوانين اللي اثبتناها المره اللي فاتت هنبدا نطبقها هنا من اتنين لثلاثه اضافه الحراره على كونستنت ايه؟ فوليوم خد بالك من اتنين لثلاثه فوليوم ثابت يبقى الهيت اديشن على كونستنت فوليوم يبقى عندك ايزوتروبيك بروسيس عندي كونستنت فوليوم بروسيس طب بعد كده لما اجيب من 3 ل 4 حصل تمدد برضه تمدد من 3 ل 4 زي الكونفرشن من 1 ل 2 هيطبق نفس القوانين بتاعت الايزوبروبيك ريليشن او الادياباتيك ريليشن اللي اسمه بيساوي كونستنت وصل من 3 ل 4 بعد كده من 4 ل 1 البروسيس اللي عندي ايه؟ كونستنت فوليوم بروسيس بقى عندي هنا كيو ريجيت على كونستنت فوليوم يبقى انا عندي 4 بروسيس 2 كونستنت فوليوم و2 ايزوتروبيك او ادياباتيك بروسيس. طيب نتعامل بقى معاها ازاي؟ عايزك تركز في كل نقطة عايزين نعرف عشان نحل السايكل دي، أول سؤال بيجي في الامتحان، السايكل اللي احنا رسمناها دي أول سايكل هناخدها اسمها الأوتو الأوتو سايكل دورة أوتو دي دورة محركات البنزين عشان كده لو قلت شرارة فيها بوجيهات حركات الديزل ما فيهاش مشكلات خالص. صلى الله عليه وسلم. لكن الاوتو سايكل اللي هو حركات البنزين، فبيجي يقول لي في المساله اوتو سايكل، لما يقول لك اوتو سايكل بتنزل السايكل اللي عندك ايزوتروبيك كونفرشن الهيت اديشن على كونستنت فوليوم، ايزوتروبيك اكسبانشن الهيت ريجيشن على كونستنت فوليوم. لما نيجي ناخد الديزل هي بالظبط نفس السايكل مع اختلاف اضافه الحراره يبقى كونستنت بريشر ونفس القوانين مفيش تغيير. طيب عايزين بس نركز مع بعض كده. تعالى نتكلم شويه على الفوليوم. اتفقنا الفوليوم بيتغير، طب احنا دلوقتي عندنا البيستون طالع نازل. اتفقنا حركه البيستون مرتبطه بالكونكتنج رود مرتبطه بالكرانك شافت، والكرانك شافت ده عباره عن ربه طالعه نازله كده متثبته حوالين محور بتطلع وتنزل تلف الدايره،
وبالتالي البيستون بتاعي طالع نازل مرتبط بالركبه دي. طيب البيستون بيطلع ينزل ما بيطلعش الملا نهايه وما بينزلش الملا نهايه هو بيطلع لحد نقطه معينه اسمها النقطه الضيقه اللي هي دي الركبه بتاعتي اخرها هنا بتبدا الركبه تلف الناحيه الثانيه وتنزل لتحت بتسحب البيستون معاها وتنزله هنا يبقى البيستون هو اللي بيغير لي حركه البيستون هي اللي بتغير لي الفوليوم جوه الاسطوانه يبقى الفوليوم مش ثابت. طب تعالى بقى هنا كده وانا واقف هنا البيستون نزل لتحت في فوليوم معين اللي هو عند نقطه كام؟ واحد. لو اخد الفوليوم انا لما اقيس الفوليوم وانا واقف عند نقطه واحد اقيسه لحد هنا ولا لحد وش السلندر لحد الصفر؟ لحد هنا يبقى الفوليوم بتاعي هو ده كده ده الفي بتاع نقطه واحد. طب تفتكر الفي بتاع واحد طبعا وانا كنت واقف هنا الفوليوم صغير عمال بيزيد يبقى كل ما اوصل لحد ما اوصل هنا الفوليوم عمال يزيد. تفتكر في حجم ممكن يكون جوه الاسطوانه اكبر من حجم عند نقطه واحد؟ ما ينفعش. ليه؟ لانك لو عاوز حجم اكبر من نقطه واحد تخلي البيستون ينزل اكتر من كده والبيستون اصلا مرتبط بالايه؟ بالركبه اللي تحت. الركبه بعد كده هتطلع تاني تطلع البيستون هي اخرها كده عمرها ما هتسحب البيستون تحت كده يبقى اعلى قيمه حجم او اعلى فوليوم عندي او الماكسيمم فوليوم موجود في السايكل هو عند نقطه واحد لما يكون البيستون عند النقطه دي اللي هي النقطه اللي هي الصفر يبقى دي واحد بالنسبه لي هو الفي ماكسيمم اقصى فوليوم في السايكل. لما بتحرك من واحد لاثنين يعمل كومبريشن او طلع طلع العادم حركه من واحد لاثنين ايه اللي بيحصل للحجم جوه الاسطوانه؟ بيقل لحد ما وصل نقطه اثنين ولا عند ولا عند نقطه اثنين لو عايز اجيب الحجم يعني هو ده صح؟ يبقى الحجم اللي عندي اللي هو ده اثنين بيساوي تفتكر حاجه كده بيقل ينفع يكون جوه الاسطوانه حجم اقل من في كي؟ لو البيستون كمل طلوع لفوق ينفع البيستون يطلع لفوق؟ ده هو محكوم بالركبه اللي تحت فبيتحرك ما بين نقطتين ما بيغيرهمش فالبيستون اخره هنا استحاله هيكمل لفوق يبقى طالما اخر البيستون هنا يبقى ده اقل حجم ممكن توصل له جوه الاسطوانه وبالتالي ده بسميه المينيمم بريشر اقل حجم في الاسطوانه بسميه كمان الكليرنس فوليوم الكليرنس بسميه كمان الكومباشن شامبر فوليوم يبقى الفوليوم عند نقطتين هو اقل حجم في الاسطوانه ما ينفعش يكون فيه اقل من كده المينيمم فوليوم هو الكليرنس فوليوم حجم الخلوص لان هو ده الخلوص اللي بيسيبه عشان يحصل فيه احتراق او الخلوص ما بين وش البيستون ووش السلندر هو اسمه الكومباشن شامبر فوليوم حجم غرفه الحريق لان هو انا بحرق الضغط في الجزء ده وبحرق في الجزء ده يعني يعتبر ده كده بالنسبه لي هي غرفه الاحتراق اللي بحرق جوه الخليط انا ما حرقتش وانا واقف هنا ولو انا واقف هنا ما حرقتش غير لما وصلت هنا يبقى ده اصبح بالنسبه لي الفوليوم ده هو غرفه الاحتراق يبقى عرفت عند نقطة واحدة لأن في ماكسيموم لأن أنا واقف تحت خالص لما طلعت وصلت لنقطة اتنين هو ده بالنسبة لي الفي مينيموم. طيب لما اتحركت من النقطة دي للنقطة دي هو مش في فوليوم معايا لما اتحركته؟ فاكرين لما كنا بنشرح مش قلنا إن الأسطوانة دي لها حاجة اسمها البور اللي هو الدايمتر بتاع الأسطوانة كان اسمه دي ده قطر الأسطوانة بيتحرك من هنا لهنا صح؟ في حاجة اسمها الاستروك المشوار طوله ايه؟ طب مش هي حجم انت بتتحركه لما يكون عند الاسطوانه لها قطر معلوم وبتتحرك جوه الاسطوانه ديت ارتفاع معين تقدر تقول انت اتحركت جوه الاسطوانه ده فوليوم قد ايه؟ مساحه القاعده في الارتفاع يبقى اكيد الفوليوم ما بين نقطه واحد واثنين هي الحته دي اللي انا اتحركتها هي عباره عن ايه؟ الحجم اللي اتحركته للنقطه اللي فوق نقطه حركه البيستون بس مالهاش علاقه بالحته دي لو البيستون لما كان واقف هنا واتحرك هنا او لما كان هنا لهنا مسح فوليوم قد ايه او اتحرك فوليوم قد ايه؟ اسمه الديسبليسمنت فوليوم حجم الازاحه يبقى ده اسمه الفي دي او اسمه كمان الريزولت فوليوم. طب تعالى بقى ناخد المسميات دي ونكتبها لك عشان الناس تركز معايا كده. يبقى انا اول حاجه قابلتني في حاجه اسمها الفي سي اللي هي اسمها الكليرنس فوليوم حجم الخلوص اللي هي نفسها بتساوي الفي كومباشن شامبر اللي هي الكومباشن شامبر فوليوم حجم غرفه الاحتراق هي نفسها في ايه؟ في مينيموم يبقى الثلاثه دول هم نفس المساحه الكليرنس فوليوم الكومباشن شامبر فوليوم المينيموم فوليوم ظهر لنا كمان ترم اسمه ايه؟ الفي دي الفي ده اسمه الديسبليسمنت فوليوم هو نفسه برضه بيساوي البي اس اللي هو اسم السويبت فوليوم. السويبت جاي من ايه؟ كنسة او مسح وانت بتتحرك كده بتقنص حجم قد ايه قدام فعشان كده بنسميها سويبت فوليوم او الديسبليسمنت فوليوم حجم الازاحه الحجم اللي اتحركه نتيجه الازاحه من النقطه دي للنقطه دي. طب
بص بقى معايا كده، احنا عرفنا ان وانا واقف عند النقطه دي كان البيت ده حمامه، وانا واقف من النقطه دي للنقطه دي كان البيت سبيس، وانا واقف عند ركب واحد لوحدها الفوليوم الكل كان البيت ماكس. تقدر تجد علاقه ما بين البيت ماكس والبيت سبيس والبيت كيرانس. الواضح ان دي واحد اللي هي نفسها البي ماكسيمم بيساوي البي كليرنس زائد البي سبيس، صح؟ الفوليوم الكل بيساوي مجموع الاثنين دول اللي هو جاب الصوره من اولها لاخرها، بس انا جذبتها الجزء ده والجزء ده، مجموع الاثنين يديني التوتال فوليوم بتاع الاسطوانه. طب لو انا عاوز احسب الديسبيسمنت فوليوم ده بيساوي ايه بقى؟ باي على الاربعه دي سكوير مساحه الاسطوانه، الارتفاع اللي انا اتحركته او المسافه اللي اتحركتها اللي هي ايه؟ البرابترز دي مهمه جدا بالنسبه لي عشان تفيدني كتير في حاله المساحه. طيب يبقى عرفنا ان عندنا في دي مينيمم في دي ماكسيمم، دي مينيمم كان بيساوي ايه؟ الفي 2 هو نفسه برضه مين؟ الفي 3 لان البروسيس اللي فيها 3 كل ستارت ايه؟ فول. طب الفي 1 هو نفسه الفي ايه؟ في ماكسيمم مش بيساوي كام؟ هو نفسه الفي 4 لان 4 لواحد كل ستارت ايه؟ فول. في حاجه عندنا بقى برامتر جديد هنعرفه اسمه الكمبريشن ريشيو. اه برامتر مهم جدا في حل المساله وده يعتبر هو المفتاح في حل المساله. الار ده اسمه الكمبريشن ريشيو، نسبه الانضغاط. نسبه الانضغاط لاي محرك هي عباره عن النسبه ما بين الماكسيمم فوليوم بتاع الاسطوانه اللي عندك بالنسبه للمينيمم فوليوم. اقصى حجم الاسطوانه على اقل حجم الاسطوانه يدينا حاجه اسمها الكمبريشن ريشيو. الكمبريشن ريشيو هو البي ماكسيمم على البي مينيمم. طب البي ماكسيمم بالنسبه لي كانت في كام؟ في واحد، والبي مينيمم في اثنين، لانك لما تحل المساله هتحلها بالتقويم، هل انا شغال من نقطه واحد لاثنين في علاقه ما بين الفوليوم واحد والفوليوم اثنين، لما يبقى عندي الفوليوم واحد معلوم لما بنيجي نحل البروسيس هناخد كل البروسيس ونحلها، قلنا بيبقى عندي شويه معلومات عند نقطه واحد وبعد كده عندي معلومات عن نقطة اتنين لكن مش كاملة عشان اجيب معلومات اتنين كضغط ودرجة حرارة فوليوم بربط نقطة واحد باتنين. طب لما يبقى عندي نقطة واحد باتنين عندي كومبريشن ريشيو بربطهم، لما يبقى عندي معلومة في واحد اطلع الفي اتنين، لو عندي الفي اتنين اطلع الفي واحد. طيب الفي واحد الفي اتنين، طب ما هي مش في واحد هي نفسها دي اربعة والفي اتنين هي نفسها دي تلاتة، ممكن تساوي ايه؟ في اربعة على في تلاتة، لانك لما تيجي تشتغل بروسيس من تلاتة لاربعة في علاقه ما بين 3 و4، لان لو عارف الكومبريشن ريشيو هتقدر تربط الفوليوم مع الفوليوم، فالكومبريشن ريشيو ده نسبه الانضغاط بارامتر مهم جدا بالنسبه لي. بعد ما خلصنا السايكل والرسمه بتاعتها نبدا نشوف هنعمل ايه. كل اللي انا عايزه ان شاء الله قلت لك سحبت خليط وضغطته وضفت حراره وخدت شغل، انا عاوز احسب الكفاءه بتاعت السايكل. الكفاءه بتساوي ايه؟ احنا ده اتقسمنا، احنا مش عارفين نعمل ايه، دي بروسيس انت شفتها اول مره اللي فاتت، ودي شفتها لوحدها، ودي شفتها لوحدها، ودي شفتها لوحدها، كنا بناخد كل بروسيس ويدي لك عند نقطه واحد ويجيب عند نقطه اثنين ويقول لك هات الكيو هات الدوري، احنا عملنا البروسيس دي كلها مع بعضها في سايكل كامله، السايكل دي عملنا فيها دخلنا فيها كيو ان، يعني دفعت فيها فلوس انك خدت وقود وخدت منها شغل لان انا حركت العربيه، هو بقى في الاخر عاوز يعمل ايه؟ عاوز يطلع الكفاءه، كفاءه العربيه تبقى عباره عن ايه؟ كفاءه المحرك المستفاد على المدفوع. طب تعالى نشوف بقى احنا عايزين نطلع الكفاءه ايه اللي هنحتاجه وبعد كده نبدا نحل المساله. يبقى الكفاءه بيساوي المستفاد على المدفوع. المستفاد هو ايه؟ الشغل. الشغل اللي عندي. يبقى انا لو عايز اطلع الكفاءه بتاع السايكل بيساوي دفنت الشغل الصافي على كيو ايه؟ يبقى الشغل على المدفوع. طب الدفنت اللي عندي ممكن اطلعها بكذا طريقه. اسهل طريقه انك تقول هي عباره عن الكيو اد ناقص الكيوروجيت مرسوم على ايه؟ ليه قلت الدبل ريت بيساوي الكيوات ناقص الكيوروجيت؟ وانت مدخل كميه وقود. كميه الوقود دي لما بتتحرق بتطلع 100 كيلو وات. كويس؟ فيها كميه طاقه 100 كيلو وات، لما تروح تحسب الشغل اللي عندك هيطلع 70 كيلو وات، الشغل اللي طلع. طب فين ال 30؟ هيطلعوا مع العادي، في كيوروجيت رميته 30. طب انت لو رميت كيوروجيت بصفر. لو افترضنا بصفر، يبقى كل الكيوات راحت لمين؟ يبقى الدبل ريت اللي عندك هي عباره عن الكيو ال ناقص الكيو جيت، الكيو ال كميه الطاقه اللي موجوده في الوقود. لو انت الكيو جيت اللي عندك دي طلعت قليله او مفيش خالص يبقى الكيو ال كله راح للدبل ريت، يبقى فرق الاثنين لما اكون داخل 100 وطلع الكيو جيت 30 يبقى اكيد في 70 في النص راح فين؟ استغلته كباور. لما اكون داخل كيو ال 100 ويطلع الكيو جيت ب 10 يبقى اكيد الدبل ريت كام؟
90. يبقى الفرق ما بين الكيو اي الطاقه اللي عندك وبين العدم اللي بترميه، هو العدم اللي انت بترميه ده بتبقى عاوز ترميه السبب بيبقى العدم ده طالع بدرجه حراره ولا لا؟ درجه حراره ده يعني محتوى حراري، محتوى حراري لو كنت استغليته جوه المحرك افضل ما كنت ترميه بره ويعمل لي احتباس حراري ويأثر على البيئه والعدم اللي بيطلع ده كنت استغله جوه المحرك، لكن انت ما تقدرش تشيل انت وصلت لاقصى حاجه ممكن توصل لها، لكن لازم هيطلع منك عادي. يبقى الفرق بين الكيو اي والكيو ريجكت هو الدبل اللي تقسمها على الكيو اي. طيب نبص كده، يبقى عشان اطلع كل اللي انا عايز اطلعه اطلع الكفاءه، عشان نطلع الكفاءه لازم يكون عندك الكيو اي والكيو ريجكت. فين الكيو اي؟ من الاثنين لثلاثة، مش من الاثنين لثلاثة دي كانت كونستنت فوليوم بروسيس. لو رجعنا للقوانين بتاع الكونستنت فوليوم اللي اثبتناها المرة اللي فاتت، لو كنت عايز احسب الكيو في البروسيس دي مش كانت عبارة عن ام في السي في في الدلتا تي؟ رجعوا كده للقوانين، كانت كيو ناقص دبليو بيساوي الدلتا يو، وكان كونستنت فوليوم يبقى البي دلتا في بصفر، يبقى كان الشغل بصفر، يبقى الكيو كانت بتساوي الدلتا يو، والدلتا يو كانت بتساوي ام سي في دلتا تي، يبقى الكيو بيساوي ام سي في دلتا تي، يبقى الدلتا تي يبقى محتاج تديله دي كام؟ دي 3. يبقى انا عارف ان انا محتاج تدي له 3 عشان تطلع دلوقتي ان 4 لوحده الكيروجين كونستنت فوليوم بروسيس، يبقى ام سي في تي 4 ناقص تي 1، يبقى محتاج تي 1 تي كام؟ فلقيت نفسك عشان تطلع بس قانون الكفاءه، لو طلب منك الكفاءه في المساله ما طلبش حاجه ثانيه هيخليك تحل المساله من اولها لاخرها، لقيت نفسي محتاج تي 1 تي 2 تي 3 وتي 4، نعمل ايه بقى؟ ده بدايه حل المساله. هو مش هيسيبني كده، مش هيديني الصقر اللي قلته يحلها، لا هيديني معلومات تفيدني عشان تطلع 2 مرتبطة بواحد، عشان تطلع 3 مرتبطة باثنين، عشان تطلع 4 مرتبطة بثلاثة، هيديني مفتاح الحل. هيبدأ يديني معلومات عن نقطة واحد، يجي يقول لي at the beginning of compression، the pressure and temperature كان بكذا، كان يديني الضغط درجة الحرارة. لو معايا دي واحد ودي واحد، هحل الأمر أحله عند نقطة واحد. بعد ما أخلص نقطة واحد أروح أشوف اللي عند نقطة اثنين، ما أنا عايز أقول الخصائص عند كل نقط، عايز أجيب البريشر والتمبريتشر لأن ممكن يكون أول مطلوب في المسألة. احسب البريشر والتمبريتشر عند كل ستيت في السايكل، هروح عند نقطه اثنين، عاوز اجيب كل الخصائص اللي عندي، هقدر اجيب خاصيه، الثانيه او الثالثه مش عارف اجيبها، فمش هينفع طالما وقفت معاك نقطه اثنين تروح تجيب لها بروسيس من كام لكام؟ من واحد لاثنين، يبقى النقطه ما بيجيب لهاش بروسيس في الاول، انا احاول اشوف ايه المعلومات اللي تجيب لي اي خاصيه عند النقطه، كل ما اجيب خصائص بعيد عن البروسيس بتسهل عليك، لقيت الدنيا وقفت خالص هيجيب لها بروسيس من واحد لاثنين، طب ليه جبت بروسيس من واحد لاثنين؟ عشان اجيب معلومات عند اثنين وما خدتش من اثنين لثلاثه. لان انا دايما لما بحب اجيب نقطه اربطها بنقطه تكون معلومه قبلها، ما اقدرش اربط اثنين وثلاثه وثلاثه لسه مجهوله بالنسبه لي، طب ما ده مجهول وده مجهول، يبقى انت كان عندك واحد تربط واحد باثنين عن طريق البروسيس اللي ما بينهم تطلع علاقه بين واحد اثنين، عندك واحد يجيب لك اثنين، تخلص نقطه اثنين، تروح رايح على نقطه ثلاثه، تشوف ايه اللي معلوم اللي ممكن تجيبه، قدرت تجيب اي حاجه عند ثلاثه تمام، ما قدرتش تتوصل لاي حاجه تروح جايب لها بروسيس من نقطه قبلها معلومه، اربطها بمين؟ يبقى من اثنين لثلاثه تطلع معلومات عن ثلاثه، اروح لنقطة أربعة، أحاول أشوف إيه المعلومات المتاحة عند نقطة أربعة ولا أقدر أجيبها؟ هجيبها، ما قدرتش أكمل نقطة أربعة أروح أجيب لها بروسيس من كام لكام؟ يبقى هنطبق كل القوانين اللي أخدناها المرة اللي فاتت عشان نبدأ نوصفها في السايكل اللي عندنا دي. تعالى نبدأ نشوف خطوات حل المسألة، حد عاوز حاجة جديدة؟ نبدأ بقى نشوف، بيجي في المسألة يقول لي بقى البريشر والتمبريتشر اتس بيجينينج اوف كومبريشن، الضغط ودرجه الحراره عند بدايه الانضغاط كانت بكذا، يبقى انا معايا في بدايه المساله جيب بالنسبه لي الدي واحد والدي واحد، كمان بيعرفني الكومبريشن ريشيو، يقول لي الكومبريشن ريشيو بتاع المحرك ده ب 12، يبقى انا عندي الار بتاع المعلومه. السايكل دي لو عاوز اقسمها على الفي اس، بص كده مش من واحد لاثنين اس بيساوي كونستنت، من واحد لاثنين، من اثنين لثلاثه مش دي بيساوي كونستنت، خطوط ثبات الفوليوم على دي اس عامله كده، من اثنين لثلاثه يبقى دي بيساوي كونستنت، من ثلاثه لاربعه مش اس بيساوي كونستنت، يبقى من ثلاثه لاربعه، بعد كده الاربعه كام؟ اعلى درجه حراره في السايكل اليمين من الرسمه بتاعت اس، دايما اعلى درجه حراره في السايكل هي درجه الحراره اللي جايه بعد الاحتراق. انت بتحرق، انت هنا بتضرب بتسحب خليط، بعد كده بتضغط، بعد كده بتحرق، بعد ما بتحرق بتبدا تاخد الباور فتضغط درجه الحراره بتقل، فدايما النقطه اللي في نهايه الاحتراق هي اعلى درجه حراره، هي الماكسيموم تمبريتشر، يبقى انا عرفت ان دي ثلاثه بالنسبه لي هي نفسها التي ماكسيموم، عرفت المعلومه دي؟ اه، عرفت كده. تعالى بقى واحده كمان بشرح لك حضرتك حد
اجيب لك زي ما بتيجي في المساله بالظبط. يبقى انا بيكون بالنسبه لي جبت الثلاثه دول بريشر والتمبريتشر عند راوند واحد والكمبريشن بريشر بتاعك معلومه. لو في حاجه في النص هتبقى معلومه انت محتاج تطلبها اديها لك او اديها لك بقى نفس الوقت. تعالى بقى نحل عشان تحل المساله. هو لو طلب منك الكفاءه يعتبر هتحل المساله كلها كامله. لو طلب منك اول مطلوب البريشر والتمبريتشر عند كل نقطه الفوليوم عند النقطه الثلاثه وهكذا هتبدا تحل خطواته في الاخر يطلب منك الكفاءه. سواء طلب المطالب دي في الاول او ما طلبهاش انت كده كده عشان توصل للكفاءه لازم تحل السايكل كلها لانك محتاج كل الخصائص عند كل الايه؟ النقط. هنبدا بستيت واحد خليك منظم في الحل كده. هتقول ستيت واحد نقطه واحد كل نقطه عشان تبقى ماشي بسيستم معين ما تلخبطش نفسك تدور لها على الفي والتي والفي البريشر والتمبريتشر والفوليوم هتريح نفسك في الحل. فنقطة واحد انا عارف في واحد ولا لا؟ طب تعرف في واحد؟ اروح اطبق القانون البي في بيساوي ام ار تي، البي في بيساوي ام ار تي تطبقه على اي نقطة؟ عند واحد عند اثنين عند ثلاثة اشتغل معاك عند اي نقطة؟ البي واحد التوتال فوليوم عند واحد بيساوي الام ار تي واحد. ما قلتش ام واحد ولا ام اثنين ولا ام ثلاثه لان احنا اتفقنا كنت عند واحد هي نفسها عند اثنين هي اللي بتغطى هي اللي بتتمدد هي اللي بتطلعها في الشوط العالي وبالتالي كنت بالنسبه لي تعتبر ثابته. يبقى البي واحد دي واحد بتساوي ام ار تي واحد. عندك خيار يا اما تكون معلومات المساله ركز في اللي بقوله عشان ما تتلخبطش عشان ما تلاقيش نفسك في مساله بتحلها سبيسيفيك فوليوم ومره بتحلها توتال فوليوم. ممكن تلاقي معطيات المساله بتساعدك انك انت تجيب الكتله من الاول، الكتله دي ممكن تلاقي ان الكتله مش معلومه في المساله. عاوز تحل المساله ممكن تحل المساله حتى لو الكتله تعتبر معلومه بالنسبه لك في المساله، ممكن تحل المساله كلها سبيسيفيك وفي اخر خطوه لو عايز توتال لو عايز تحل كفاءه لو قلت الدبل يونت سبيسيفيك على البي يو ال سبيسيفيك مفيش مشكله، لو قلت الدبل يونت كابيتال على البي يو ال كابيتال مفيش مشكله لانها خارج اثبت رقمين على بعض، فاشتغلتها توتال على توتال او سبيسيفيك على سبيسيفيك مفيش مشكله. فانا ممكن احل المساله كلها سبيسيفيك، اعتبر الكتله مش موجوده عندي حتى لو موجوده في المساله، وبعد ما احلها كلها سبيسيفيك، لما تيجي تطلع الكفاءه سبيسيفيك على سبيسيفيك هيدي لك الكفاءه مظبوطه، لكن لو طلب منك الباور او طلب منك الكيو بالكيلو وات او بالكيلو جول فانت محتاج انت كده كده طلعت الكيو سبيسيفيك، كيلو جول لكل كيلو جرام، في اخر خطوه اضرب في الام وريح نفسك. عاوز تجيب الكتله من الاول وتمشي توتال في المساله كلها مفيش اي مشكله. فدي اللي ريحت. فدلوقتي المساله انا افترضت ان انا ما عنديش الكتله اشتغل ايه؟ اشتغل سبيسيفيك اقول البي على الام يبقى اقول بي واحد في سبيسيفيك فوليوم عند نقطة واحد يبقى متر مكعب لكل كيلو جرام بيساوي الار في تي واحد. ما انا نقطة واحد معايا بي واحد ومعايا تي واحد والار 287 مين المجهول الوحيد اللي عندي؟ يبقى انا جبت البي واحد يبقى اصبح معايا بي واحد وتي واحد وفي واحد مش محتاج اكتر من كده. بعد ما خلصت نقطة واحد اروح على ستيت كام؟ حل بالترتيب ستيت اثنين ايه اللي اعرفه عند نقطة اثنين؟ ركز بقى مع بعض. ما يجيش في المسألة ويقول لي علم بعد الضغط على نقطة اثنين بكذا ولا درجة الحرارة، لا، ده هو بيسيبك تفكر في نقطة اثنين ويشوفك هتحلها ازاي. نقطة اثنين في أي معلومات عليها في المسألة؟ مفيش خالص. طيب أبص كده عشان أحل نقطة اثنين، والله القانون ده طبعا نقطة واحدة لما جيت حليت كان عندي البي والدي رحت طبقت البي دي بتساوي الباور دي، رحت طبق البي دي هتدور تعرف عند نقطة اثنين لوحدها. حاول بكل الطرق شوف هتجيب إيه منها. لو قلت البي دي سبيسيفيك فوليوم عند اثنين يساوي ار تي اثنين نفس القانون اللي بيطلع ده يضرب. لو عندك اي اس دي تجيب الثالثه معاك البي اثنين معاك البي اثنين معاك البي اثنين مفيش غير الار يبقى عندك قانون واحد في ثلاث مجالات ما ينفعش يبقى القانون ده مش هينفع انت بتحاول بكل الطرق. نعم طيب ما ينفعش ان انا اجيب ده. طب انا عندي ايه؟ مش احنا قلنا ان الكومبريشن ريشيو يساوي تربط البي ماكس مع البي مينيموم اللي هي البي واحد ممكن اكتبها توتال على توتال او سبيسيفيك على سبيسيفيك على بي كام؟ بي 2 وانا معايا بي 1 يبقى انا جبت من هنا مين؟ بي 2 بسهوله يبقى الكومبريشن ريشيو بسهوله جدا بي 2. بس السؤال مين اللي هيفيدني في حاجه دلوقتي؟ ما انا لو حطيتها في القانون ده اصبح عندي كام مجهول في قانون واحد؟ برضه مش لاقي على نقطه 2 فانا خلاص نقطه 2 ما عنديش معلومات عنها كافيه ولما طبقت البي في بيساوي ار تي برضه ما جابليش حاجه هتضطر انك تعمل ايه؟ بس البروسيس ما بيجيبهاش غير اخر مرحله لحد ما تخلص نقطه اثنين لانك ممكن تروح تجيب بروسيس في مرحله معينه تلاقي عندك في القانون بتاعك مجهولين.
كنت انت حليت النقطه دي الاول جبت مجهول منها بعد كده طبعا البروسيس. فتخلي اخر خيار بالنسبه لك هو مين؟ البروسيس. يبقى طالما وقفت نقطه اثنين هروح اجيب بقى بروسيس الاثنين اللي راجعوا من واحد لاثنين. واحد لاثنين. طب البروسيس الواحد لاثنين مش ايزوتروبيك او ادياباتيك بروسيس؟ فاكرين القانون اللي كنا اخدناه؟ بتعمل تي 2 على تي 1 بيساوي تي 2 على بي 1. فهقولك القانون، انا بحب ادي لك القانون في صوره عشان ما تتلخبطش. انت ممكن تحفظ تي على تي بيساوي البي على البي في صوره، والبي على تي بيساوي البي على البي في صوره، والبي على والتي على التي بيساوي البي على البي، يعني التي مع البي والتي مع البي والبي مع التي. تحفظ ثلاث قوانين. طب ليه تحفظ ثلاث قوانين؟ طب انا قلت احطهم كلهم كلهم بيساووا يعني في صيغه واحده. هقول تي 2 على تي 1 بيساوي بي 2 على البي 1 اس جاما اس 1 على جاما بيساوي التي والبي الاثنين من نقطه 2 لنقطه 1 زي بعض مع البي التالي بتساوي بي 1 على بي 2 اس جاما اس 1. تريح نفسك احفظ قانون واحد، تاخد ده مع ده او تاخد ده مع ده او تاخد ده مع ده، تاخد تي مع بي او بي مع تي او تي مع بي. تمام. يبقى لو دي 2 على تي 1 بيساوي بي 2 على بي 1 نص جاما ناقص 1 على جاما بيساوي بي 1 على بي 2 نص جاما ناقص 1. انا عارف انك هترجع للقوانين بتاع المره اللي فاتت هتلاقي ان علاقه البي 2 على بي 1 والبي 1 على بي 2 هي علاقه 1 على جاما. خد بالك لما تساوي البي 2 ببعض بس هتطير الجاما ناقص 1 على جاما ناقص 1 تبقى 1 على جاما. بس انا سبتها هنا لان اخد تي معاهم ضرب. فهو هو نفس القانون، انا بريحك بدي لك قانون واحد بدل ما تحفظ ثلاث قوانين. ولو حفظت ثلاث قوانين هتيجي في الامتحان تقول هو ده مقلوب يعني بي على بي وبي على بي مقلوبه ولا واحد على جاما هنا ولا جاما هنا ولا جاما ناقص 1. طب ليه لخبط نفسي؟ ما احفظ الصيغه دي واطبقها بقى، اخد الترم ده مع الترم ده او ده مع ده او ده مع ده. تعال بقى نشوف كده. طب هو في واحد على في 2 مش هو نفسه مين؟ في واحد هي نفسها البي ماكسيموم وفي اثنين هي البي مينيموم وفي واحد على في اثنين هي نفسها الار بس جاما ناقص 1. هي الار مش معلومه؟ يبقى الترم ده بالنسبه لي ايه؟ معلوم. يبقى الترم ده بالنسبه لي معلوم. لو خدت الترم ده مع الترم ده يبقى ده مع ده، في واحد معلوم طلع في اثنين. واخد الترم ده مع الترم ده في واحد معلوم طلع مين؟ يبقى انا جبت كمان البي 2 والبي 2 البي 2. كان ممكن ما اطبقش القانون ده وهي تطلع كده كده هنا برضه. يعني في واحد على في 2 وسيجما ناقص 1 بيساوي ار وسيجما ناقص 1 هي هي في واحد على في 2 هيساوي ار. فمش هتفرق. فدايما بفضل ان انا اجيبها على طول في مشروع كمان. اللي هي البي اللي انت جبتها. الار بيساوي في واحد على في 2. في اي مشكله؟ يبقى انا خلصت نقطه 2 جبت البي والتي والفي. هروح لنقطه كام؟ ثلاثه. يبقى واحد على 2 ثلاثه. اللي كتب هنا مش عارف يستفاد. بص بقى يا شمس. نقطه ثلاثه دي اللي فيها الشغل. انا بطول شويه مش عارف احطه لان ما اجي اشرح لك ديزل وديول مش هكتر في الكلام كده لان خلاص انا وضحت لك ما يرسم مش هنقعد نعيد تاني نقول بس انه بسحب اتعلمت الفوليوم. هي نفس الرسم ونفس القوانين بس هي الاساس بالنسبه لي قلته لان هي بتوضح لك البيزك الاساسي بتاعتك. غير كده انت هتلاقي نفسك بتتعامل كويس. طيب نقطه ثلاثه عليها كلام كتير قلته ديزل وديول هو بقى الشغل كله بيبقى في الحته دي. لما اجي اتكلم عن نقطه ثلاثه في 3 بيساوي في 2 مفيش مشكلة واضحة ان كل ستارت فول بروسيس يبقى ال في 3 هو نفسه في 2. طيب كويس هتطبق بي في بيساوي ار تي هتلاقي بي والتي مجهولين برضه مش هتقدر تطبقه. هتروح عامل ايه؟ هجيب بروسيس من كام لكام؟ 2 ل 3 هجيب بروسيس من 2 ل 3 كل ستارت فول يبقى ال في ثابت يبقى ال بي على ال في بيساوي في 3 على البي 2 بيساوي في 3 على تي 2. يبقى لو رحت تبص البروسيس في 3 على البي 2 بيساوي في 3 على انت معاك البي 2 والتي 2 برضك عندك في 3 والتي 3 مش معلومه. نقطه 3 لازم يكون في معلومه يا اما تكون مباشره او غير مباشره. ايه المعلومه اللي اداني بقى؟ يقول لك الماكسيموم تمبريتشر في الصيف. بالك بقى من دي. يقول لك الماكسيموم تمبريتشر بكذا فهتلاقيه مديني الماكسيموم تمبريتشر وانا عارف ان الماكسيموم تمبريتشر هيبقى كام؟ فهيكون معلومه عندي اول احتمال. فبرضه اقول لك ايه اللي انا بقوله ده يبقى فكره اكتر من فكره يعني مش مساله واحده. يعني في فكره كده لو قلنا مثلا الفكره رقم ايه؟ اللي مديني الماكسيموم تمبريتشر اللي هي نفسها تي 3 جيفن بالنسبه لي. لو مديني تي 3 في المساله خلاص محلوله. اول ما طبقت البروسيس لقيت ان تي 3 معلومه هتطلع لي منين؟ خلاص يبقى اصبح البي 3 والتي 3 والبي 3 معلومه خلصت نقطه 3. ده اول احتمال. ممكن ما يكونش في مساله، في مساله ثانيه يديني فيها فكره ثانيه وهتقابل في الشيت. الفكره الثانيه ان يقول لك ان الكيو اد بكذا كيلو جول لكل كيلو جرام. علما بان ان
الهيت قال بكذا كيلو جول لكل كيلو جرام، ما بيدينيش دي ثلاثة. طب انت الكيو قال بتفيدك بايه؟ الكيو قال بتداري سبيسيفيك. طب طبع قانون الكيو قال ده، هو الكيو قال بكام لكام؟ الدل ثلاثة. طب الدل ثلاثة الكيو قال بيساوي ايه؟ لو توتال بين السي في دلتا دي، طب لو سبيسيفيك سي في دلتا دي مباشرة مفيش قلنا بقى سي في دي كام ناقص كام؟ دي 3 ناقص 2. هو مديلك الكيو في المسألة، والسي في احنا عارفينه 718 من 1000، والديك دي انت حسبتها من الخطوة اللي قبلها. هطلع منها مين؟ بعد ما اطلع دي 3 اطلع اعوض هنا اطلع مين؟ يبقى انت عندك نقطة 3 ممكن تكون جيبن بطريقتين، طريقة مباشرة مديلك الماكسيمم تمبريتشر في السايكل اللي انت عارف ان هي دي 3، طريقة غير مباشرة ان هو يديني الكيو اد من الكيو اد اطلع دي 3، بعد كده اخد دي 3 اعوض في البوند بتاع البروسيسور انا طبقته مديني 3 واطلع البي 3. بعد ما خلصت نقطة 3 فاضل لي ستيب كام؟ 4. ايه اللي اعرف عن نقطة 4؟ ما اعرفش غير ان في 4 بيساوي في 1، ولو طبقت البي دي بيساوي ار تي مش هطلع حاجة، اروح جايب بروسيس من كام لكام؟ بروسيس من 3 ل 4 زيها بالظبط من كام لكام؟ من 1 ل 2. فنكتب القانون بقى دي 3 على دي 4 بيساوي بي 3 على بص جاما ناقص 1 على ايه؟ بيساوي الفوليوم المقلوب بقى دي 4 على دي 3 بص جاما ناقص 1. طب في 4 هي دي ماكسيموم وفي 3 هي دي مينيموم، يبقى في 4 على دي 3 هي عباره عن دي ماكسيموم على دي مينيموم. ممكن اشيلها واحط ايه مباشره؟ الار اللي هي الكومبريشن ريشيو اللي اتكلمت في المساله. فالكومبريشن ريشيو اشتغل من 1 ل 2 واشتغل من 3 ل 4 لان الفوليوم هنا زي الفوليوم هنا. طب اخد ده مع الترم ده مين اللي مجهول؟ تي 4. واخد الترم ده كله بيساوي الترم ده كله، مين اللي مجهول؟ البي 4. جبت البي 4 والتي 4 خلاص اصبح معايا اول مطلوب في المساله البريشر والتمبريتشر عند كل نقطه في السايكل خلصتها. بعد كده المطاليف اللي جايه عباره عن تعويض مباشر في القوانين. هو الحل كله هو الخطوات دي اللي جاي بعد كده تعويض مباشر. يعني لو جيت قلت لك الكيو اد هتقول لي السي في دي 3 ناقص 2 صح؟ طب لو قلت لك البروجكت سي في دي 4 ناقص كام؟ دي 1. وطلع بقى الكفاءه كيو اد ناقص بروجكت لو عايز اشتغل توتال ام سي في دلتا تي ام سي في دلتا تي. طب لو جينا بصينا لقانون الكفاءه مش قلنا عباره عن الكيو اد ناقص بروجكت بتاع كيو اد؟ طب وزع البسط على المقام يبقى 1 ناقص بروجكت على الكيو اد. طب البروجكت عندك بيساوي ايه؟ طب والكيو اد سي في 3 ناقص 2 شيل السي في مع السي في. بص كده معايا احنا لما جينا قلنا دي 3 على دي 4 بيساوي 4 اس جاما ناقص 1، يعني معنى كده ان دي 3 بيساوي دي 4 في الار اس جاما ناقص 1. يعني انا ممكن اشيل دي 3 دي واحط مكانها دي 4 في ار اس جاما ناقص 1 صح؟ طب مش كنا جينا قلنا برضه لما اشتغلنا من 1 ل 2 قلنا دي 2 على دي 1 بيساوي دي 2 على دي 1 بيساوي دي 1 على دي 2 اس جاما ناقص 1 اللي هي نفسها على الار اس جاما ناقص 1. يعني ممكن اشيل دي 2 واحط مكانها دي 1 في الار اس جاما ناقص 1. يعني اشيل دي واحط دي 1 في الار اس جاما ناقص 1. مش ممكن من المقام اخد جاما ار اس جاما ناقص 1 عامل مشترك اتفضل عندي ايه؟ دي 4 ناقص دي 1. المفروض في البسط كان في اصلا ايه؟ اطير دي 4 ناقص دي 1 مع دي 4 ناقص دي 1 يطلع الكفاءة 1 ناقص 1 على الار اس جاما ناقص 1. ايه تأثير الكمبريشن ريشيو على كفاءة قطب؟ دي ميتا قطب؟ صوت يا باشمهندسين. كل ما زادت الكمبريشن ريشيو ايه اللي بيحصل للكفاءة؟ لما تزود الكمبريشن ريشيو تثبت الانضغاط. الترم ده يقل، الترم ده اصلا مطروح، يبقى الكفاءة يحصل لها ايه؟ يبقى كل ما الترم ده قل زاد كل ما الكفاءة حصل لها ايه؟ زاد. طبعا ما بتستمرش الزيادة، يعني ما بفضلش أي أرقام أزود كده مش هنشوف 8 10 20 30 لا حدود. نعم؟ نعم. إزاي؟ لا. تأثير؟ إزاي بتاعها ولا؟ يعني مش فاهم. يعني الصورة دي وصلت لها إزاي من هنا؟ أهو كانت عبارة عن تجارب نقطة جنين. ايه ده؟ صوت بيساوي دبل نت على كيو اد. دبل نت كانت بيساوي كيو اد ناقص كيو ريجيت
على فلما وزعت البسط على المقام اصبحت كيو ال على كيو ال بيساوي 1 ناقص كيو ريجكت على كيو ال يبقى كيو ريجكت على كيو ال هي اصبحت 1 ناقص كيو ريجكت على كيو ال كيو ريجكت سي في دي 4 ناقص 1 كيو ال سي في دي 4 دي 3 ناقص 2 جيت على تي 3 والتي 2 اللي في المقام شلت تي 3 من هنا وحطيت مكانها تي 4 في ار اس جوه ناقص 1 في فاصلتين يبقى اصبحت تي 4 في ار اس جوه ناقص 1 كان عندي تي 2 على تي 1 بيساوي نفس القانون ار اس جوه ناقص 1 شلت تي 2 وحطيت مكانها تي 1 في ار اس جوه ناقص 1 يبقى شلت تي 2 دي خالص وحطيت تي 1 في ار اس جوه ناقص 1 خدت ار اس جوه ناقص 1 عامل مشترك هيتفضل تي 4 ناقص كام؟ وانا عندي في البسط اصلا دي 4 ناقص 1 يبقى الترم ده هيروح مع الترم ده يفضل واحد في البسط على ار اس جوه ناقص 1 كده احنا خلصنا كل حاجه في اوتو سايكل ما سبناش فيها حاجه كل الافكار بس انا معاك تعالى ناخد مساله وندخل على ديزل بعد بدايه الكومبريشن بروسيس اير از ات 95 كيلو باسكال و27 درجه سيلسيوس يبقى هو مديني ايه؟ في بدايه الكومبريشن يبقى معايا تي 1 ومعايا البي 1 اند 750 كيلو جول لكل كيلو جرام اوف هيت از ترانسفيرد تو اير ديورنج كونستانت فوليوم هيت اديشن يبقى بقول لك في كميه طاقه راحت للهواء ديورنج الهيت اديشن كونستانت فوليوم ده كيو ايه؟ كيو اس يبقى تديني الكيو اس بكذا كيلو جول لكل كيلو جرام ديترماين البريشر والتمبريشر ات اند اوف هيت اديشن يعني عاوز البي والدي ات اند اوف هيت اديشن عند نقطه كام؟ ات اند اوف هيت اديشن ثلاثه نهايه الاحتراق او ضغط الحراره احنا قلنا الهيت اديشن او الكيو اد بتديني ثلاثه يبقى نهايتها نقطه ثلاثه يبقى عاوز البي ثلاثه والدي ثلاثه ما تروحش تحل المساله تروح عند نقطه ثلاثه وتدور على البي ثلاثه والدي ثلاثه بي ثلاثه ودي ثلاثه مش هتطلع الا لما تحل نقطه اثنين ونقطه اثنين مش هتتحل الا لما تحل نقطه واحد فاي سايكل هتحلها لازم تجيب من نقطه واحد وانت ماشي لان كل نقطه بتقدر اللي قبلها لو ما جبتش اللي قبلها كامله مش هتحل اللي النقطه اللي بتقعد عندها عاوز الورك اوت عاوز الدبل يونت عاوز الديتا سيرفر عاوز الافكتيف الميل افكتيف بريشر ما قلناش قانون الميل افكتيف بريشر نور هناخد المساله مساله سهله بس هي الفكره مثال السايكل انت لو فاهمها هتلاقي بالنسبه لك اسهل مساله في الامتحان هي مساله السايكل. لما تحل المسائل بايدك هتلاقي انك انت مش محتاج تفكر انت خطوات ثابته بتبدا تقطعها. بس انت بتسلسل نفسك على نظام ثابت للحل عشان ما تغلطش نفسك. ما تبداش بنقطه اربعه وتجيب بعد كده اثنين ترجع لثلاثه لا تمشي بترتيب سالب. انا دلوقتي عاوز ايه؟ عاوز البريشر والتمبريتشر عند نقطه كام؟ ثلاثه ابدا بنقطه واحد. الناس بتكتب اساميها مش لازم الكلام. باجي احل بقى اقول ايه؟ ستيب واحد معايا البي واحد ومعايا مين؟ البي واحد لو طبقت البي تي بيساوي ار تي اطلع مين؟ البي واحد يبقى انا خلصت نقطه واحد هروح ستيب كام؟ اثنين ايه اللي اعرفه عن نقطه اثنين؟ مفيش اي معلومات عن اثنين بس لو طبقت الكومبريشن ريشيو بيساوي البي واحد على البي اثنين يبقى انا جبت من هنا مين؟ البي اثنين لو جيت اطبق البي تي بيساوي ار تي البي والتي مجهولين بالنسبه لي ما اقدرش اطبق اروح اعمل ايه؟ على طول جاي البروسيسنج الكامل كام؟ تي 2 على تي 1 بيساوي تي 2 على تي 1 بس جاما ناقص واحد على ايه؟ بيساوي ار بس جاما ناقص واحد بعرف ان تي 1 على تي 2 معايا الار معلومه الترم ده كله معلومه الترم ده في تي 1 اطلع واخد الترم ده كله على بعضه على الترم ده البي 1 معلومه اطلع يبقى انا جبت البي 2 والتي 2 والبي 2 خلصت نقطه 2 اروح لستيب كام؟ ستيب 3 البي 3 هي نفسها البي 2 بتاع الكونستنت فوليوم بروسيسنج لو جيت طبقت البي تي بيساوي ار تي ما ينفعش لو طبقت البروسيسنج من 2 ل 3 هتلاقي البي 3 على البي 2 بيساوي البي 3 على البي 2 هتلاقي البي 3 والبي 3 مجهولين في قانون واحد ما ينفعش احلها هتلقى لمين بقى؟ البي 1 يبقى دايما لو ما جاتش البي 3 صريحه عندي يبقى الكيو ال هي الحل كيو ال بيساوي لا سي في ما تحطش ام لان هو ده ايه؟ سبيسيفيك تمام سي في في 3 ناقص كام؟ هروح مطلع في 3 بعد كده طبق بروسيس من 2 لكام؟ من 2 ل 3 اصلا معايا في 3 هطلع يبقى معايا في 3 على في 2 بيساوي في 3 على ده معايا ده معايا وفي 3 معايا طلع منها مين؟ يبقى انت جبت البي 3 والبي 3 المطلوبه ينفع تقع لو قلت انا جبت البي 3 والبي 3 اروح اكمل بقى المطالب
وكل طلب منك الدبليو ليت والكفاءه، انت محتاج درجات الحراره على السايكل كلها، يبقى لازم تكمل نقطه اربعه يا كمان. اروح لستين اربعه واحلها، في اربعه هو نفسه مين؟ الفي واحد دي دي بيساوي اربعه، ما تنفعش مع نقطه اربعه، هجيب لها بروسيس من كام؟ يبقى دي 3 على دي 4 بيساوي البي 3 على البي 4 اس جاما ناقص 1 على جاما بيساوي الار اس جاما ناقص 1، معايا البي 3 ومعايا البي 3 اطلع البي 4 والدي 4، اصبح درجات الحراره كلها معلومه بالنسبه لي. في مشكله انك تطلع دبليو ليت؟ ما هي الكيو قال معلومه، كل اللي فاضل هجيب مين؟ كيو ريجيكت اللي هي السي بي دي 4 ناقص تي 1، تطرح الكيو قال ناقص الكيو ريجيكت يبقى انت جبت مين؟ تقسم الدبليو ليت اللي انت جبتها على الكيو قال اللي عندك تطلع مين؟ الكفاءه. يبقى دلوقتي اول ما تخف المساله بس هو اللي بيحتاج شغل، غير كده انت بتعوض قوانين تحفظها. يبقى اللي عليك لود كبير انك انت تقل وتطلع لك المساله صح، الاناليسيس اللي انت بتعمله بتاع السايت. طيب في حاجه اسمها الضغط المتوسط الفعال، مش احنا اتفقنا ان الضغط متغير، عمال اعمل كومبريشن الضغط يزيد، وبعد كده في الاحتلال يزيد، بعد كده ينزل، وانا بطلع العدد الضغط يقل، فعمال الضغط عمال معايا دايناميك بريشر بيتغير، مفيش ضغط ثابت، فبيطلع على السايكل كلها حاجه اسمها المين افكت بريشر، ان احنا في حساباتنا لما بتيجي تطلع الباور بتاع المحرك بنبدا نشوف متوسط الضغط او ناخد قيمه متوسطه للضغط بتاع السايكل، فبيطلعها حاجه اسمها المين افكت بريشر، الضغط المتوسط الفعال، وده بيساوي الدبليو ليت اللي انت طلعتها مقسومه على الفي ماكسيموم ناقص الفي مين. لو انت تطلع شغال المساله كلها توتال، تقسم دبليو توتال على في كابيتال واحد او في كابيتال ماكسيموم ناقص في كابيتال مينيموم، لو انت شغال سبيسيفيك خلاص يبقى تقول الدبليو ليت سبيسيفيك على في ماكسيموم سمول او سبيسيفيك ناقص في مينيموم، يطلع لك المين افكت بريشر. طب ده وقت تطلع ايه؟ بص كده هو دبليو ليت ده وحدته ايه؟ كيلو جول صح؟ والفي ناقص الفي وحدتها ايه؟ فوليوم متر مكعب. هو الكيلو جول ده وحده ايه؟ شغل، والشغل اصلا عباره عن ايه؟ قوه في ازاحه، يعني ده ممكن استبدله كيلو نيوتن في ايه؟ عشان انا بوصل القوه تتحرك ازاحه تديني شغل، يبقى الكيلو جول اساسا كان كيلو نيوتن في متر، طب هو المتر ده يروح مع المتر التكعيب اللي فاضل هنا في ايه؟ طب كيلو نيوتن على المتر التربيع يطلع ايه؟ كيلو باسكال، عشان لما تطلع وحده تديني افكت بريشر وتحط الشغل اللي عندك بالكيلو جول يطلع ده بالكيلو باسكال. طب لو حطيتها بالكيلو جول لكل كيلو جرام اللي هي سبيسيفيك يطلع ده كيلو باسكال لكل كيلو جرام؟ لا ليه بقى؟ لان الريشيو اللي ده يطلع برضه لكل كيلو جرام، الكيلو جرام هنا تروح مع الكيلو جرام هنا، مفيش حاجه اسمها كيلو باسكال لكل كيلو جرام. يبقى انت شغال سبيسيفيك او تقدر تطلع كيلو باسكال. ليه بقول لك كده؟ عشان ممكن يجي لك مساله بالراجع يقول لك المين افكت بريشر بكذا، يبقى ده معلومه عندك عشان لما تحطه بالكيلو باسكال تعرف ان ده هيطلع بالكيلو جول او كيلو جول لكل كيلو جرام انت شغال سبيسيفيك. طب لو انا حطيت ده بالباسكال هيطلع بالجول، يبقى لو حطيت الشغل بالجول لكل كيلو جرام او جول يطلع المين افكت بريشر بالباسكال، كيلو جول يطلع كيلو باسكال، عشان لما يكون عندك المين افكت بريشر والمساله كلها شغاله بالكيلو جول والضغط المتوسط الفعال بيدولك بالباسكال تطلع ده بالجول وتقسمه الاول على 1000 وتكمل بيه حل المساله، يبقى باسكال يوديني الجول كيلو باسكال يوديني للكيلو جول. في حد عنده اي سؤال في اوضته؟